مرحبا، صف الرابع رياضيات. طيب دخلنا الآن في حقائق الضرب الأعداد 6 و7 و8 و9. بنراجع جدول الضرب يا رابع، كثير مهم جدا نحفظ جدول الضرب عشان نكمل صفوفنا لأن كل شيء بيعتمد عليه. طيب قلنا عندنا ثلاث ضفادع زي ما نحن شايفين على جذع الشجرة، إذا أكل كل ضفدع ست حشرات، يعني منطق نحن نحط على إيدينا ثلاث ضفادع بعدين نحسب كل واحد قد إيه أكل، يعني هذا الضفدع أكل ستة وهذا ستة وهذا ستة، هاد ستة ستة ستة، إنه نصير نجمع؟ لا، فالأفضل نحفظ جدول الضرب. معناها كل ضفدع أكل ستة، يعني ستة بضربها يعني ثلاث ضرب ستة يساوي 18. ممتاز، نفس الشيء عدد البيض والأعشاش الأربعة 24. ليش 24؟ لأنه عندي ستة في كل عش، تمام؟ ستة وستة 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 بعطينا كم؟ 24، لأنه ستة ضرب أربعة 24. اقرأي لي حلول هاي الأسئلة، يلا. خمسة ضرب ستة يساوي 30، ستة زائد ستة زائد ستة يساوي 18، اللي هي ستة ضرب ثلاث. طيب يعني ستة ضرب ثلاث أو ثلاث ضرب ستة يساوي 18. ستة ضرب تسعة يساوي 54. سبعة زائد ستة 42. هلا نتذكر يا رابع، تسع ستات معناها تسعة ضرب ستة. طيب هون في عنا مثال بنقرأه مظبوط وبنفهمه، وفي عنا كمان مثال ثاني هون، عنا أربعة في سبعة تساوي 28، معروف السبعة أربع مرات، يعني الأربعة زي كأننا نحن بننط سبع مرات أو السبعة بتنط أربع مرات. هاي الشغلة بنتذكرها لما حكينا زمان إنه عملية الضرب عملية تبادلية. شو يعني تبادلية؟ متبادل. يعني بصير احكي 3 في 6 وبصير احكي 6 في 3، الاثنين بيعطوني نفس الجواب، عشان هيك بنسميها تبادلية. طيب نيجي لو حاول نفتح صفحة 29 يا رابع وبنحل هاي الإجابات، نقرأ لكم إياها بشكل سريع. 7 زائد 7 زائد 7 يعني 7 ضرب 3 يساوي 21، يعني لما تكون السبعة مكررة 3 مرات معناها 7 في 3. طيب هون 9 ضرب 7 يساوي 63، 8 ضرب 7 يساوي 56، 9 سبعات يعني 9 ضرب 7 يساوي 63، 5 ضرب 7 يساوي 35، 6 ضرب 7 يساوي 42. ممتاز. هنا في عنا مثال آخر بيحكينا عن عدد الصور في 3 صفحات 24 صورة، فبالتالي 8 في 3 24. خلينا نشوف 9 ضرب 8 في كم بتساوي 72، تمام؟ اوكي، اللي بعديها شو في عنا؟ 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 يعني 8 زائد ضرب 4 يساوي 32. طيب 5 ثمانيات معناها 8 يعني 5 ضرب 8 يساوي 40. يساوي 40، وبدنا نتدرب على كيف نكتب الأرقام بالإنجليزي. 6 في 8 ستة في ثمانية 48. 48. نفتح صفحة 30 يا رابع. أوكي، في صفحة 30 في عنا كمان مثال ثاني بنقرأه مظبوط وبنفهمه. هدى أعطت 9 أقلام لكل واحدة من صاحباتها 3. هدى عندها 3 صاحبات، تمام؟ أعطت لكل صاحبة من صاحباتها كم قلم؟ 9. 9. إذن 9 3 مرات لأنه 3 صاحبات. نفسها 3 ضرب 9، يعني نفسها كلمة 3 تسعات، يعني بعطينا كلهم الجواب نفس الجواب اللي هو 27. هون في مثال آخر بنقرأه مظبوط، نستنتج من هذه العملية أنه 9 في 4 نفسها ال 4 في 9 زي ما حكينا، يعني بعطينا نفس الجواب اللي هي 36، ونجد ناتج ما يلي زي ما حكينا عندي هون. نقرأ الإجابات بشكل سريع وانتوا تأكدوا لي من إجاباتكم يا رابع. أوكي، 9 في 9 تسعة في تسعة 81، سبعة في تسعة 63، أربعة سبعة أربعة تسعات يعني أربعة في تسعة يساوي 36، خمسة في تسعة 45، ثمانية في تسعة ثمانية في ستة 48، ستة في ثمانية 48. طيب إذا في هذا الفيديو رح نكمل معاكم ثلاث دروس كاملين، فكلياتها طبعا في فيديو واحد، فعشان هيك رح ننتقل مباشرة لصفحة 31 ونعبي الفراغات هون. اللي بدنا نأكد عليه عنا على ضرورة حفظ جدول الضرب،
نرجع لدرسنا. هون درسنا عن تمييز العلاقة بين حقائق الضرب الأعداد 2 و 4 و 8 والأعداد 3 و 6. هلأ اللي بنفهمه من هالموضوع إنه 6 ضرب 2 بيعطينا 12، 6 في 4 بيعطينا 24، و 6 في 8 بيعطينا 48. شو يعني؟ يعني مضاعفة. شو يعني مضاعفة؟ هلأ هون إحنا بنحكي عن مين؟ عن الاثنين، عن جدول الاثنين. هلأ 6 في 2 نعرفها مثلا يعني حافظينها 12، 6 زائد 6 يساوي 12، صح. هلا ال 12 اجمعيها مع حالها يعني ضعفيها بحالها، يعني 12 زائد 12 يساوي 24. لاحظتي؟ هلا هون ال 2 ضاعفناها وضاعفنا كمان الناتج، لاحظتوا يا رابع؟ اذا الناتج 12 تحول ل 24 لانه ضاعفناه، ضاعفناه يعني زدنا له 12 ثانيه، عرفتي كيف؟ هاي المقصود في المضاعفه. أو ممكن أحكي أنا بضربها باثنين، الاثنين برضو زيدي عليها حالها، يعني اثنين زائد اثنين قد بيعطينا ضعفيها؟ أربعة. أربعة، ردي ضعفيهم هدول الاثنين، الناتج مع إيش؟ مع الأربعة. الأربعة والأربعة ثمانية. ثمانية، 24 زائد 24 يساوي 48. ممتاز. هون بس عشان يفهمنا شو العلاقة ما بين نواتج الضرب العدد اثنين. طيب هون بنكمل زي ما حكينا، هون في عنا 4 في 4 بنقولها على الدفتر على الكتاب عندكم 16، 7 في 4 28، 9 في 4 36، 3 في 8 24، اوكي، 6 في 8 48، 8 في 8 64. طيب ننتقل معكم كمان، في عنا هون أمثلة أخرى برضو على المضاعفة ندرسها مزبوط. هون زي ما حكينا لكم 3 رح تصير 6، 24 زيدوا لها كمان 24 بتصير 48. الناتج الضربي على عدد 6 هو مضاعف الناتج الضربي على عدد 3. احاول اكمل الكتابه جدول الضرب لعدد 6. 3 في 6 3 في 6 18، 4 4 في 6 24، 7 في 6 42، 9 في 6 54. ننتقل معكم لصفحة 33 عن نواتج الضرب في العدد 10 والعدد 100. هلا أهم شغلة بالنسبة لناتج ضرب العدد 10 أو 100 أو حتى 1000 اللي بدنا نعرفه هون يا رابع، إنه مثلا خلينا نحكي عندكم العدد 7 ضرب 10 قد إيه؟ لما يكون عندي ضرب العشرة أو المية أو الألف شو بنعمل دائما بالصفار؟ بدها تنزل دائما. الصفر اللي هون دغري مباشره نزلوه، شو بضل اللي السبعه؟ شو بضل هون عنا؟ الواحد. الواحد، واحد في سبعه، سبعه. اذا الناتج 70. مثال اخر ناخذه ايضا اللي هو هون، خلينا نحكي العدد 50، تمام؟ 50 ضرب 100 كيف بدنا نحلها؟ نزل الصفار، في عندكم صفار هون وعندكم صفر هون، يعني نزل الصفار ثلاث، من نزل ثلاث صفار وواحد بضل عنا وبضل عنا الخمسة، خمسة. صح؟ اه. اذا واحد في خمسة؟ خمسة خمسة خمسة. طيب نجرب اربعة ضرب المية، شو بدنا نعمل يا رابع؟ بنحط الصفرين برضو مباشرة، اسهل اشي الضرب العشرة والمية والالف، اربعة في واحد، واحد في اربعة اربعة. ممتاز، هذا درسنا بكل بساطة. لما نحكي خمس عشرات شو معناها يا رابع؟ خمس عشرات زي ما حكينا بالدرس الماضي. ممتاز، زي ما حكينا زي خمس تسعات، خمسة في عشرة يعني خمسين، خمسين مكعب يعني خمسة في عشرة. طيب هنا في مثال آخر اللي بدنا نعرفه، هذا بنسميه درسنا هنا بنركز فيه على مضاعفات العدد عشرة اللي هي عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، بنزيد كل مرة عشرة. أجد ناتج ثمان عشرات مرة أخرى، شو حكينا ثمان عشرات يا رابع؟ 8 في 10. 8 في 10 كم؟ 8. طيب 4 ضرب 30 بننزل الصفر، هيها 4 في 3 بننزل الصفر، 4 ضرب 3 12. ممتاز، احسنتم. بضل عندي هون اخر صفحه قبل ما ندخل بالدرس الكسور جمعها وطرحها اللي هو صفحه 34. خلينا نشوف هون في عندنا مثال برضه، مثال بيحكينا عن مضاعفات ال 100. 100 كل مره زيدوا لها 100 شو بتصير؟ 100 200 300 لحد ما تصلوا للألف. ممتاز، أربع وحدات. لما نحكي أربع وحدات يعني أربع حبات، هايهم أربع مكعبات صغار، أربعة في واحد. لما نحكي أربع عشرات يعني أربعة ضرب عشرة، كتير سهل. لما نحكي أربع ميات
يعني أربعة ضرب في مية. مية، ممتاز، كتير سهل يا رابع. أما نحكي ثمانية مئات، ثمانية ضرب مية، ثمانية ضرب مئة اللي هيك، ثمانية ضرب مية بيعطينا جواب 800، ممتاز. وحاول سبعة في مية نفسها 700 بيعطينا جواب 700. نعم. ستة ضرب مية يساوي 600. نعم. خمسة ضرب 500 2500. نعم، بنزل الصفرين هيهم هون، وخمسة في خمسة 25. شكرا لكم للاستماع، نراكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا جرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا جديدة. باي.